السنة ديال روسيا استثنائية، يعني شهدت انقطاع بسبب الوباء اللي شهد العالم كله هو وباء كورونا. يعني حاولنا نتجاوزوا هذه الانقطاعات، يعني وبفضل الأساتذة تاعنا وبفضل المجهودات المبذولة من طرف سواء الوالدين تاعنا ولا سواء الأساتذة المقطرين تاعنا، الحمد لله قدرنا نفوتوا يعني الوباء، يعني نتغلبوا عليه إن شاء الله.